واجت فكرة ويب تراك يلي ريسنتلي مشيناها بمحلاتنا، يلي هي فكرة هينت العلاقة بيننا وبين الزبون يلي بيطلب دليفري اليوم. الويب تراك هي unique service. It was provided by BIM recently. It allows us لحتى الزبون يقدر يعرف حاله أي متى الأوردر تاخد عنا، أي متى تحضر بالمطبخ، أي متى نعمله dispatching، كيف بيقدر يلحق درايفر. نضبط كل شيء، نضبط situation وقت ما يطلع الأوردر، وقت ما يتلفن الزبون، لحتى وقت ما يوصل الأوردر. أول ما يدق الزبون، ألو بونجور، بدي أعمل أوردر بليز، بيوصل كل عنا على الدليفري سيستم البي أو إس، بتاخد البنت الأوردر. خذن بالكيز، ألو بونجور، واحدة جبنة، واحدة تركي تشيز باجيت، سمرة بلا بندورة. مجرد ما تعمل فاست كاش الأوردر بيطلع على الديسباتشر إنه في أوردر وصل، بتحضر الأوردر بالمطبخ. مجرد ما نعمل سبيشال اوردر بيوصل اس ام اس للزبون، سو بتفوت انت من ثرو الاس ام اس على لينك، بيفتح هيدا اللينك، يو كان تراك يور درايفر، بتعرف قد ايه فاتورتك. You can rate your order, you can rate your service. بيطلع على التليفون عند درايفر، بيطلع اسم الاوردر واسم الزبون. بس يمشي الدرايفر من المحل بحط انه هو مشي، واذا في حال غلبه ضيعه بالطريق بيقدر يفوت يحكي باي واتساب. بيقدر الكاستمر انه يعمل داونلود للمانيو اوف فود اند بيكري، بيقدر بيشوف الاوردر هيستوري تبعه، بيقدر يشوف الليست تبع فاتورته في حال كان بده تشينج عليها. لقوا كثير سهوله، نحن كنا فكرنا انه هذا درايفر مش رح يعرف كيف بده يستعملها، كيف بده يفوت عليها. ثاني شيء صار في تراست عند الزبون، يعني صار زبوني بيوثق في كتير زبونات مبسوطين، حتى بيجينا كتير تليفونات انه برافو عليكم، هيدي مصداقية بحد ذاتها. So الويب تراك is a feature نزلوها بين بي او اس، it's unique, it's worldwide، منا موجودة أول مرة بتنزل. اليوم نحن صرنا بزمن تطور، وإذا ما بتشتغل على حالك، إذا ما بتطور حالك، زبون بيوصل لوقت بفضل غيرك عليك.